لو أنك بايعت أوجاداي في ذلك الوقت بدل أن تصبح خادم ذاك السلطان وتنفذ أوامره الغبية، لكنا الآن في طريقنا إلى تونا يا أرطغرل. قلت لآتي وأرى المدبغة، وأردت أن أسألك بعض الأسئلة. من أين أتيت؟ وماذا كنت تفعلين قبل أن تأتي؟ فنحن لم نتقابل. هيا تفضل إذن، فلنشرب العيران. شكرا لك. أهجموه! من أطلق السهم علينا؟ هيا هاجموهم أيها المحاربون! لا أريد أحدا منهم حيا. القائد رومانوس. رومانوس! القائد رومانوس! هؤلاء هم. أحضر السيدة سوغاي حية. أهربي سيدة سوغاي. تكلم بامسي، قل أي شيء يا أخي. بامسي قل أي شيء. هل يليق بك الهروب بعد أن قتل فرسانك بسببك؟ انظر، اتركني وتعال إلى بيلاجيك وسأعطيك ما تريده. أينما ذهبت ترى نفسك محاطا بالأعداء يا أرطغرل، وإن لم تتحرك أبدا سترى الخيانة القادمة من قبيلتك تحيط بك. كلما كان الجبل عظيما طريقه يكون أصعب نويان، والحمد لله نحن نعرف كيف نبقى صامدين مهما اشتدت علينا الأحوال وضاقت بنا السبل. لو أنك كنت تابعا لأوغاداي خان فسوف نسيطر على نيقيا وسنجعل القسطنطينية ذاتها بين راحتينا. هل تتخيل أنني سأصبح تابعاً لخانك هذا يوماً ما يا نويان؟ إن دولتك وقبيلتك قد دفنوا في التراب، ولم يعد هناك أي قوة تستطيع أن تعيدهم. كل حاكم يرى حالكم يأتي بسرعة للتسلط عليكم. ربحتم بالأمس وربحتم اليوم أيضا، لكن لا يعلم أحد ماذا سيحدث في الغد. لن يتبقى مكان لتهربوا إليه ولا زاوية تلجؤون إليها. كل هذا الوقت ولم تفهم بأننا لا نخاف أعداءنا يا نويان؟ عندما يحين الوقت لن يفيدكم كل ما لديكم أرطغرل، فسيوفكم هذه وخيولكم القوية ستكون مزماراً وأنا سأعزف عليه. فلما لا تأتي وتنضم إلي لتعزف معي كي لا تحزن يا أرطغرل؟ إما أن تنضم لنا ثم تعزف معنا، أو أنك سوف تفنى في الصحراء مع قبيلتك ومن تحب. سيدي، بامسي سيقول شيئا. قل يا بطلي، تكلم. يا أخي سوف تكون بخير، لا تقلق، نحن بجانبك. سيدي لا تذهب بدوني. سيدي أيمكن أن نذهب من دونك يا بطل؟ ما شاء الله قد أصبحت بخير. سيدي أنتم لم تتركوني وتذهبوا، وأنا لن أترككم تذهبوا من دوني أيضا. وهل يمكن أن نخرج إلى الطريق من دونك؟ لا تشغل نفسك، أوغاداي ينتظرنا، لكن سنذهب إليه نحن وأنت. شكرا لك، شكرا سيدي.
لا تقلق يا أخي. دعه يرتاح يا ترجوت، وحين يستيقظ أطعمه. الأمر لك سيدي، لا تقلق. ألف حمد وشكر لك يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احفظ خانة بامسي يا ربي. عثمان ولدي الجميل، تحمل قليلا يا بني، ستأكل بعد قليل. اللهم احفظ لنا عثمان ولا تمنع رزقك عنه، إن شاء الله سوف تعود إلى القبيلة وهي سالمة. أرجوك ساعدنا يا رب من أجل الطفل. أتسمحين لي أم هيمة؟ تعال يا ابنتي. حسناً يا صغيري، حسناً يا صغيري، هيا اجلسي. لقد سمعت ما حدث معكم وحزنت كثيراً، وإن سمحت لي فأنا أريد المساعدة. سلمت يا ابنتي، لقد أرسلت المحاربين خلفها وهم سيحاولون أن يجدوها. إن شاء الله أم هيمة، ولكن نحن أيضاً سنساعدكم في ذلك، فقلبي لا يرضى أبداً أن يبقى عثمان على هذه الحال. أخي إينجي من أفضل المتعقبين للأثر في هذه الأرض، حتى إن اختبأوا في جحور لا تعرف أبداً فسوف يعثر عليهم. ليرضى الله عنك يا ابنتي، سلمت. لا داعي للقلق أم هيمة، سنحضرها سالمة إلى القبيلة إن شاء الله. حسناً، إن شاء الله، إن شاء الله يا ابنتي. ولدي، آه يا ولدي، ماذا أفعل لك؟ الشيشيك، عثري على السيدة التي أرضعت عثمان من قبل، واشرحي لها الوضع يا ابنتي. هيا. تحت أمرك أم هيمة. حسناً، اهدأ يا بطلي، اهدأ. هيا اهدأ، لا تبكي يا عثمان، جدتك فداؤك، لا تبكي. لقد جاءتنا فرصة كبيرة من أجل رفع شبهات جون ألب عنا، وسوف نفعل كل ما بوسعنا لنحضر سوغاي لهم. لا تقلقي أولانغويا، تعلمين نحن نعرف التلال وممرات الجبال وتجاويف الأشجار وما تحت الصخور. سنحضرها لهم، وسيعلو شأنك عند الأم هايمة وتزيد ثقتها بك. إذن اذهب وأظهر مهارتك، إن كسبنا ثقة جون ألب ثانية لن يبقى هناك حاجة لقتله، حياته سوف تنفعنا أكثر، وإن لم يقتنع بذلك سوف يأتي أجله. تحت أمرك.
هيا يا أخي البطل، هيا يا أمانة أمي، يكفيني فقط أن تكون بخير. ربما لا أستطيع أن أعطيك دفء أمي، ولكنني سأبقى معك وأطعمك هكذا ولا أدعك تجوع، فلا تخف يا أخي، حتى لو ذهب أبي فأنا هنا سأعتني بك وبعثمان على الدوام. ليت أمي كانت معنا هنا أيضا، وليتها رأت نظرتك الجميلة هذه. لو كانت هنا لترى كم أنت جميل وترى كم أنت بطل. سافجي، هيا كل هذا الطعام يا أخي. لن أشرب من يدك القذرة شيئاً. ألقيت نفسك في النار بسبب عصيانك، ولأنك لم تطيعي والد زوجك كنت سبباً في موت حفيده. بل أنتم من كنتم السبب في موت طفلي، فلا تذكروا اسمه على أفواهكم، ولتذهب روح والد زوجي إلى جهنم. سوغاي، أنت كنة السيد الهراز القوي، وتعلمين جيداً أن ثمن عدم طاعته هو الموت، وأنت تستحقين الموت لأنك تسببت بقتل حفيده. حين نصل إلى سيدنا فهو حتماً سيعاقبك العقاب الذي تستحقينه. من غيرك نصير المظلومين، لا تتركني بين أيدي ظلمة، وأرسل لي عبدا من عبادك لكي ينقذني من هؤلاء يا رب. سيدي، هذا الحساء لا يشفيني، فأعطوني بعض اللحم. أخبرنا صاحب الخان سيجلب اللحم. إن وعاء حساء لا يكفي جبلا كبامسي. أجل. نعم. شكراً. شكراً يا أختي، فلتسلمي. أختي، أنا أريدك أن تحضري لي لحماً أكثر، فهو سيكون دواءً لي. سلمت يا أختي. أتى دواءك وأخيراً، هيا نهض وتناوله أخي. دعني أكله بيدي يا أخي، فسيكون لذيذاً أكثر. لا بأس، كله بيدك. بعد إذنك سيدي. الإذن معك بطلي. سيدي، يبدو أن هناك مشكلة.
إنه يريدني أن أصبح تابعا لأوغاداي تورغوت. واضح أن أوغاداي لن يترك الأناضول وهو في طريقه إلى تونا. نويان يستمد القوة ليقول هذا لي من سيده أوغاداي فقط. بما أنه قال لي هذا، فهذا يعني بأنه أوصل عرضه إلى جميع قبائل الأتراك ومنذ الزمن. إن سلطاننا قد ضاق ذرعا بهجمات المغول، لهذا السبب أرسلني كرسول له. فهمت سيدي. سيدي، ماذا يوجد في الحقيبة التي أرسلها لك؟ فيها بقاء دولتنا يا تورغوت. حسناً سيدي، حسناً. آه، ما شاء الله، أصبحت بخير يا بطلي. فعثمان لا يقبل حليبي، لم أرى شيئا كهذا من قبل. المسكين متعب ولهذا قد نام. أيا كانت المرأة التي أرضعته، فيجب عليكم إيجادها. من الواضح أن عثمان اعتبرها كأمه. سنجدها ابنتي، سوف نجدها. فليرضى الله عنك يا ابنتي، فعلت ما بوسعك. كان الله في عون عثمان يا أم هيمة. آمين. سأبقى في المخيم تحسبا لأي شيء. من بعد إذنك. اذهبي يا ابنتي. يا رب، يا من لا تسأل عن حكمتك في أمر، أرجوك احفظ ولدنا هذا الذي أنعمت به علينا بحفظك. لا يوجد أحد أرحم منك ولا منعم على الناس مثلك. أرجوك ساعدنا يا رب، أرجوك ساعدنا يا رب، ليس لنا سواك أنت. Ha! Ha!
خيرا سيد جونال، هل وجدت أي أثر؟ أعتقد أن هذه تخص سوغاي. صحيح سيد جون ألب، إنها للسيدة سوغاي. الآثار تأخذنا من هنا، لنذهب بسرعة. تجهزوا بسرعة، حان وقت الانطلاق. لن ينقذك منا أحد، ولم يبق لك مكان للهرب. الآن عندما تصلين إلى سيدنا ستنالين عقابك. الله لن يترك ظلمكم هذا. احموا السيدة سوغاي يا اخوتي. هيا يا ابطال. هل أنت بخير؟ شكرا لك سيدة ألملة، فلقد أدركتنا. إننا نعيش جميعا على الأرض نفسها ونشرب الماء نفسه، ولهذا سيد جون ألب يجب أن نحمي بعضنا وأن نثق ببعضنا أكثر، أليس كذلك؟ معك حق، لقد ازدادت ثقتنا بك. خاطرتم بأرواحكم لتنقذوني ودخلتم في مصيبة. أنا لا أريد أن أكون عبئا عليكم، سامحوني جميعا. سيدة سوغاي، إلى أين تذهبين؟ السيدة سوغاي أمانة سيدنا ولا يمكننا أن ندعها، فلنلحق بها. توقفوا، ذهابكم لن يجدي نفعا، أنا الوحيدة التي يمكن أن تفهمها. سأتحدث معها سيدة لسيدة. سيدة سوغاي، إنها محقة. سيدة سوغاي، سيدة سوغاي توقفي. لا تلحق بي يا سيدة ألميلة، دعوني أذهب. أتينا لننقذك من أيدي عديمي الأصل هؤلاء، لن نذهب من دونك. وأنا ممتنة لما فعلتموه لي، ورجائي الوحيد أن تسامحوني بحقكم علي. علي أن أذهب،
لا أستطيع أن أعود. ولماذا لا تستطيعين؟ رأيت بعينك، كدتم تقعون في مصيبة قبل قليل، وسيد أرطغرل تعارك معهم عندما رآني لأول مرة، وكي لا أسبب له ولقبيلته مصيبة أكبر من هذه سأذهب. لا يمكن أن تذهبي سوغاي، لماذا يلاحقك هؤلاء الرجال؟ يريدون الثأر مني بسبب ولدي الذي مات، والآن دعيني أذهب. لن تذهبي سيدة سوغاي. أفكرت بما سيحل بعثمان؟ عثمان قد اعتاد عليك، وحليبك قد كان دواء له. أتعتقدين أنه سيقبل حليب غيرك الآن؟ هل سيبقى الصغير دون طعام؟ تعلمين جيدا ألم فقدان الولد. إن دواء ذلك الصغير البريء عندك أنت، ولا يليق بك أن تتركيه وتذهبي. هل ستذهبين وتكون سبباً في موت ذلك البريء؟ أم أنك ستبقين وستستمرين في إرضاعه وتكون أماً له؟ لابد أن المسكين عثمان يبكي. السلام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك، بك نستعين وبك نشفى. يا أخي، لماذا ينظر هذا الإبليس هكذا؟ تصرفاته تستفزني. لا داعي لأن تفكر به يا أخي، الأفضل أن تستريح. يا أخي، لو أنني أخذ رأسه وننهي الأمر كله، عندها سأنام قرير العين. كيف أصبحت سيد بامسي؟ ما شأنك أنت؟ لا شيء، أسألك فقط. كنت في ميدان المعركة كالأسود وأنت تزأر، كنت بطلا، وكذلك تورغوت. سمعت أنكم ستهاجرون قريبا. سيدكم أرطغرل سيد المنطقة، وإن أقام خيمته في سوغوت فلن يخرج منها. وشأنك بهذا نويان؟ أمير نيقيا لن يدعكم تشعرون بالطمأنينة هناك أبدا. سوف نتغلب عليه أيضا بإذن الله. فلنقل بأنكم تغلبتم على الإمبراطور. وأوغاداي خان، ماذا عنه؟ ما الذي ستفعلونه حين يأتي أوغاداي إلى هنا؟ ستكون نهايتكم وخيمة. سيوف أبطال مثلكم لا يجب أن تحكم بلاد الروم فقط، بل يجب أن تحكم العالم كله. فالعالم سيكون لنا نحن فقط. ألم تفهم هذا إلى الآن؟ نويان، اللعنة عليك وعلى خانك وعلى كل من يلف لفيفكم.
أتعتقدون أننا نسينا قتلكم لأبناء قبيلتنا أثناء الهجرة؟ بأي وجه تأتي إلي الآن وتحدثنا عن بيع سيوفنا لخانك الوضيع؟ يا رب، عثمان يذوي أمام عيني، ماذا أفعل؟ أرجوك لا تحجب عنه رحمتك يا رب، خذ من عمري وأعطي هذا الصغير المسكين. أتسمحين لي؟ تفضلي. السيدة سوغاي، أم هايمة، عثمان، أنت سالمة، ألف حمد وشكر. خذي. كيف حالك؟ أنت بخير؟ بخير أم هايمة، ألف حمد وشكر. السيدة الميلة والسيد جون ألب أيضاً والمحاربون أنقذوني. أشعر بالخجل تجاهكم، ولم أشأ أن أعود لكي لا أورط السيدة أرطغرل وأورطكم بمشاكل أكثر معي، ولكن السيدة الميلة أتت وأقنعتني. ما هذا الكلام يا ابنتي؟ لا فرق عندنا إن أتتنا كل المصائب، أنت سيدة في قبيلتنا وأصبحت كابنتنا. بإذن الله إن أتوا إليك فسيلقون ما يستحقون، لا داعي لهذا القلق، ابقي مرتاحة ودعيهم لنا. لقد قلقت كثيرا على عثمان، حين علمت أن عثمان جائع لم أستطع الذهاب، لهذا عدت. حسنا فعلت ابنتي، كان جائعا طوال الوقت كما أنه كان ينتظرك. فليرضى الله عنك أنت أيضاً سيدة الميلة، لا أعلم كيف سنرد لك هذا المعروف، أنت أصبحت ابنتنا بعد الآن. لم أفعل إلا الواجب، ابن السيد أرطغرل هو ابننا أيضاً، وسعادة الطفل عثمان سعادة لنا نحن. عثمان يا بطلي، كم اشتقت إليك. لا تقلق، لن أذهب ثانية ولن أدعاك تجوع. أم هايمة، سأطعم عثمان الآن. حسناً ابنتي، سوف نخرج نحن لكي ترتاحي. هيا ابنتي. عثمان يا ولدي الصغير، فليرضى الله عنكم يا أولادي، أحضرتم سوغاي إلينا وهي سالمة. العفو أم هايمة، إنها سيدة من القبيلة وعثمان بن سيدنا أرطغرل، ونحن من واجبنا فعل ذلك. ولدي إنجي، الميلة تحدثت لنا عن مهارتك في البحث وكانت محقة. فلتسلمي يا أم هايمة. شكرا لكم. من بعد إذنك سأرى السيد أردوك. مع السلامة يا بني. ربما لا يكون الوقت مناسبا، لكن من قاموا باختطاف سوغاي أناس سيئون جدا، هل قالت شيئا لكم؟ لا أعلم من يكونون، كل ما أعلمه أنهم هاجموها أيضا من قبل حين اجتمعت مع أرطغرل، وأرطغرل لقنهم درساً، لكن من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لن يتخلوا عن ملاحقتها. يبدو أن هناك أمراً لا تود ذكره لكم، يجب أن نعلم من هم هؤلاء الذين يلاحقون السيدة سوغاي أم هايمة، وإلا فإنها ستقع في الكثير من المصائب. معك حق ابنتي، يجب أن نعلم ذلك وبسرعة، وأنا سأتحدث مع سوغاي عندما أجد وقتاً مناسباً لهذا الأمر.
الأمس بقي بالأمس، ففكروا بعقولكم. سوف يأتي جيشنا إلى هنا وسيمرر السيوف على قبائلكم. لا تنسوا أن المغول والترك هم أبناء هذه الأرض نفسها، ويجب علينا أن نحكم العالم مع بعضنا، لا أن نكسر بعضنا البعض. أعلم أني لن أموت قبل أن ترتاح روح أيكس، ولكن ما حدث لأيكيز قد حدث بسبب عنادكم أنتم، ولو أنكم اتبعتمونا في حينها لما كانت ماتت حرقا. جورجون أخيش، فلتعلم أننا سنسحقك أنت وذاك الخان وسندوسكم. توقف أخي جورجون. We'll be right back.